بكم من جديد، ويعني معي كوكبة الحقيقة من الضيوف المحترمين من الاتجاهات السياسية المختلفة، بنحاول نستطلع الآراء المختلفة. وكما قلنا في البداية، احنا عايزين نقبل بعض يا جماعة، وعايزين نتقبل النتيجة في النهاية، ونشوف كيف نتعايش مع بعضنا البعض. البعض هيبقى في المعارضة، البعض في الأغلبية، ولكن في النهاية علينا أن نتقبل ما دمنا يعني تأكدنا أن هذه الانتخابات نزيهة بقدر كبير. إذن علينا أن نقبل بعضنا البعض، ونحاول أن احنا نقلل من المخاطر ونزيد من الإيجابيات بقدر المستطاع. النهاردة عندي روح التفاؤل. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي. سيادة النائب محمد طوسن، رئيس اللجنة التشريعية لمجلس الشورى والنائب عن الحرية والعدالة، أهلا بيك يا فندم. والأستاذ منتصر الزيات، المحامي المعروف طبعا. وعلى يميني الأستاذ عصام شيح، المحامي بالنقد والمستشار القانوني لحزب الوفد، والأستاذ باسل عادل، عضو مجلس الشعب عن المصريين الأحرار. إذن زي ما احنا شايفين كده، في مستقل إلى حد ما وحرية وعدالة. مستقل خالص؟ مستقل خالص، ماشي خالص. لا مش خالص كده يعني، لا يعني لا مستقل، لا يعني ووفد ومصريين أحرار. وأبدأ بيك يا أستاذ طوسن، خلال دقائق مؤتمر صحفي مهم للحرية والعدالة تعلن فيه يعني النتائج كما رصدتها غرفة العمليات. طب ما تقول لنا بقى، تغششنا وتقول لا تعرف حضرتك النتائج بتتغير يعني. من لما طلعت من البيت لغاية دلوقتي ممكن يكون في حدا، إنما آخر الأخبار كانت عندي أن دكتور مرسي في المقدمة تمام بفارق قد ايه، اقتربت المسافه تقريبا الى 100,000. سمعنا 150,000. وبعدين في اصوات المصريين في الخارج، دكتور مرسي يعني عدى 100 فيها، فهتضاف يعني الى الفوارق. لكن الاعاده انتم متاكدون انها بينكم وبين الفريق شفيق؟ تقريبا الاعاده. احنا كنا سامعين ان برضو نتائج القاهره والجيزه كانت احيانا بتطلع لحمدين شويه، احيانا بتطلع لشفيق شويه، وطبعا دكتور مرسي اعتقد متقدم في الجيزه. هل ده ممكن يقرب من فرص حمدين في الاعاده ولا لا؟ ولا انتم الموضوع ده محسوم بالنسبه لكم؟ لا يعني احنا كنا نتمنى يعني أنا شخصيا يعني بنظر إلى الأستاذ حمدين أنه مناضل، وأنه خارج من الميدان، وأنه في الثورة، وكنت أتمنى أن تكون المنافسة صحيح يعني أيا كان. نحن الحرية والعدالة لنا مرشحنا، ولكن كنا نتمنى أن تكون الإعادة مع الأستاذ حمدين صبري. أنه أسهل بالنسبة لكم؟ لا أنا ما بدورش يعني، أنا بدور على صالح العام أولا. يعني ترى الصالح العام ربما الصالح العام كنا حنستريح، هنعرف يعني يا اما دكتور مرسي يا اما حمدين، امر مريح. انما الان المعركه تحتاج الى يعني انا للجميع الان يعني، وقد انتهت الجوله الاولى ان وقد وضعت يعني المعركه اوزارها، فعلينا ان ننفض عن انفسنا غبار هذه المعركه وما صاحبها من مشاحنات ومن تراشقات، وأن ننظر إلى الصالح العام ونتجه صوبه. أستاذ منتصر، شايف النتيجة إزاي وشايف المعركة الانتخابية كانت عاملة إزاي؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، هو المنظر مبهج ومفرح. والله مش كده. أنا شايفه مفرح ومبهج، وانتخابات لأول مرة بننتخب رئيسنا بحرية فعلا. الناس طلعت قالت كلمتها، الحالة كده على بعضها مفرحة ومبهجة أيا كانت النتيجة، وأنا فرحان. أنا شخصيا فرحان، إحنا بنمارس بنشوف فرز على الهواء، وإحنا بنتدرب يعني، إحنا ما زلنا في مرحلة تدريب، إحنا طبعا مغيبين، دي أول مرة في حياتنا. إحنا ورثنا الاستبداد كابر عن كابر، رغم إن إحنا بنتمرن، إنما تفوقنا وتفوقنا عن دول ديمقراطية عريقة يعني. هذه الممارسة الديمقراطية بشهادة تفوق بامتياز للشعب المصري. الفرز على الهواء. نعم صحيح، كان في تدخلات وللإدارة. صحيح، كان بص يقول لك جملة اعتراضية زي كان في تدخلات من الباب الخلفي. منين يا أستاذ منتصر؟ لا العملية نفسها في وجهة نظري وزي ما أنا شايف، لا النظام القديم والنظام الحديث والداخلية وكل اللي في الداخلية وكل دول بيوجهوا ناسهم وقرايبهم وحارمهم. محمود وجدي ويدير حملة شفيق، بيوجه قطاعات في الداخلية، بيوجه كل أسر اللي في الداخلية. دي صحيح من ضمن الممارسة برضو يعني، بس احنا لسه بنتدرب، والتدريب ده شيء كويس، ما هو شيء يعني مع الوقت
خلاص عمليه. انا مش خايف منها، انا مش خايف على فكره، ولا حتى لو يعني لا قدر الله لو فاز فيه انا برضو مش هبقى خايف، لان شفيق اللي جاي مش هيبقى شفيق اللي راح اللي كان. يعني شفيق اللي هيجي اذا جه مش هيبقى شفيق اللي كان جزء من نظام مبارك. ليه؟ لانه ما يقدرش، في متغير، في ثوره، في ناس، في شهداء ماتت في كل بيت. لكنك تقبل ايا كانت النتيجه. ما اقدرش، ما اقدرش اقول غير كده. انا هبقى متربص، هبقى متربص له اذا جه لا قدر الله. اذا جه وان شاء الله ده مش هيحصل، لكن اذا جه طبعا لازم اقبل النتيجه، انا لازم اقبلها لان انا رضيت. والا ودي وده مكسب برضو يا استاذ نميس، لان كتير من اخواننا المناوئين للتيار الاسلامي يقول لك دول بيقبلوا بالديمقراطيه مره واحده وان واي، اذا جت بيهم هينقلبوا، واذا مش عارف يعني الكلام ده. لا، دينا احنا بنقبل اهو بالعمليه الانتخابيه وبنقبل بالنتيجه ايا كانت، ومفيش صوت واحد طلع لغايه دلوقتي قال كلمه على بس ده. قبل الانتخابات كان اعتقد اصوات من الحريه والعداله قالت ان لو جاء حد من الفلول احنا نازلين الشارع. لا لا يعني طبعا الحريه والعداله مش هيجي اصلا. قال بس قالوا لو لا كان في وقتها مش هيجي اصلا. بس هم قالوا ايضا، وطبعا مش محتاج احدد هذه الاصوات اكيد سياده النائب حضرتك عارفهم. لا لا ربما الذي تحدث يكون قد تحدث عن حدوث تزوير، لو حدث تزوير. لكن هل هذا يعني لا اعتقد شو الخيار الديمقراطي طالما طالما قبلنا الخيار الديمقراطي من حتى الثوره في بدايتها هي كان لها ان تختار طريقا اخر وبالشرعيه الثوريه تستطيع ان تحاكم وتعزل، ولكن طالما اختارت الطريق الديمقراطي فعلينا ان نحتكم الى قواعد اللعبه الديمقراطيه وان يكون القانون هو السيد في هذه المساله. استاذ عصام، مرشحكم يعني لم يفز السيد عمرو موسى، لم يصل الى مرحله الاعاده، هل انتم ما دعمتوش عمرو موسى بالشكل الكافي؟ هل الوفد ما قدمش دعم واضح لوجيستي؟ الوفد موجود في كل المحافظات ولديه قدره وادوات لتقديم دعم لوجيستي، لماذا في رايك لم يصل عمرو موسى للاعاده؟ لا انا ما اقدرش اشك للحظه ان الوفديين ما التزموش حزبيا ودعموا السيد عمرو موسى. لكن الناخب المصري في المرحلة الأخيرة بيميل للاستقطاب، يعني آراءه حدية إلى أبعد مدى، يعني الناس بقت رغبة يبيض يسود. اللي بيحاول أو بيتوهم أو يتصور أنه يستطيع أنه ياخد من كتل متعددة أو من قوة متعددة زي اللي بالظبط بيقف في نص الطريق ما بين العربيات. فأنا أعتقد أنه الخطاب السياسي للسيد عمرو موسى في المرحلة الأخيرة حاول يكسب عدد كبير من التيارات، حاول يكون دبلوماسي حسب طبيعته، يعني ياخد من كل التيارات. وأعتقد كمان أنه الإخوان المسلمين لعبوا بلياردو من الدرجة الأولى، يعني في كثير من الأحيان كانوا بيضربوا الكرة في اتجاه عشان تأثر في اتجاه آخر. فهم لما عملوا هجوم شرس على أحمد شفيق كانت نتيجته مباشرة انه حصل تعاطف مع احمد شفيق، احمد شفيق خد من عمرو موسى، عملوا هجوم على ابو الفتوح كانت النتيجه ان خليل صباحي. بس ذلك في رايك يعني انا لا اشك لحظه انه الاخوان المسلمين يعملوا حاجه وهم مش عارفين نتيجتها يعني. وانا اقدر اقول كمان ان ده ناس بتفكر، مش عيب ابدا انه في الانتخابات يبقى في احتراف، وده كان احتراف في الانتخابات. هم قاريين كويس طبيعه الشعب المصري، عارفين ان الناس تتعاطف مع شخص يحدث عليه هجوم بصفه مستمره، واحنا شفنا انه في المرحله الاخيره هجوم متتالي على احمد شفيق كانت نتيجته انه يعني قصدك ان كان في تنسيق بين النائب عصام سلطان وبين الاخوان في هذا انا 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 ما بتهمش يعني؟ حد، لكن انا بتكلم في الاطار العام. الاطار العام كان يبدو بان الكره بتتدرب في اتجاه تأثر في الاتجاه، وتعتقد أنه الأفضل للإخوان المسلمين أن ينافسوا مع أحمد شفيق لإحداث هذا الاستقطاب الحاد. مفيش جدال، أنا بتفق مع الأستاذ منتصر أنه الانتخابات رائعة لكن النتيجة مأساوية. النتيجة بتعدنا مباشرة 15 شهر للخلف، إحنا قعدنا من 19 مارس 2011 حتى الانتخابات البرلمانية وإحنا بنحاول نضمد الجروح اللي حصلت في الشارع السياسي المصري. جات الانتخابات البرلمانية وأعادت انقسام الشارع المصري مرة أخرى.
في المسافه ما بين الانتخابات البرلمانيه وما بين الاستفتاء حاولت القوى السياسيه في مصر انها تعمل وثيقه التحالف الديمقراطي من اجل مصر، انها عملت التحالف الديمقراطي من اجل مصر، يعني ان الاحزاب تخش عشان ما نعملش هذا الانقسام. جت الانتخابات البرلمانيه وعادت الانقسام للشارع السياسي مره ثانيه. عشان كده شفنا مباشره، وده اللي هنشوفه برضو في انتخابات الاعاده، شفنا في انتخابات الشورى اللي كان فيها الصديق العزيز الاستاذ محمد طوسن انه التصويت عدد كبير من المصريين احجم عن التصويت. بس يعني طبيعه الشورى يعني مش طبيعه الشورى بس، لكن دايما في اعقاب الانقسام الشديد المصريين يتخوفوا للمشاركه. احنا داخلين برضو على خيار صعب جدا. البعض بيقول احنا كاننا بنخير بين الطاعون والسرطان، والبعض الاخر يقول احنا بنتخير خيارات صعبه جدا، يا اما القبول بمن ينادي بالدولة المدنية بوضوح شديد، يا إما إحنا مع من ينادي بالدولة الدينية بشكل بشكل ملحوظ. أستاذ باسل، يعني لازم خلينا أضيف حاجة حتة بس صغيرة هنا، لكن من مميزات هذه الانتخابات إنها طرحت قوة ثالثة بين القوتين. احنا لأول مرة بنشوف بقى، يعني أعتقد الميزة الرئيسية لهذا التفوق الملحوظ للحصان الأسود في الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي، إن يعني هيبقى عندنا طريق ثالث واضح، رمانة ميزان بين القوتين دول، وده يخلي القوتين دول دائما، وانا متصور ان الاخوان المسلمين يستطيعوا ان هم يستفادوا من ده اكتر، انها تعيد حساباتها وتحاول التقرب من القوى الوطنيه اللي هي اصبحت المساحه ما بينهم شاسعه. استاذ باسل يعني لازم نسال بالذات شباب الثوره يسالوا انفسهم، ده سؤال مهم جدا، ليه 5 مليون واحد صوتوا لحد من النظام السابق؟ وانا بستخدم النظام السابق لان ده اللفظ يعني التشبيه اللي كثير من شباب الثوره اللي دخلوا معنا على الاتصالات قالوا عليه، يعني عشان اكون غير موجهه، ليه 5 مليون مواطن مصري ذهبوا في هذا الاتجاه؟ طب احنا عارفين لماذا يذهب البعض الى الاخوان المسلمين، يا اما تقاليد قديمه، يا اما تمركز الاخوان المسلمين موجودين في كل مكان سنوات عشرات السنوات، ده معروف. لكن ان هذه الكتله التصويتيه تذهب الى احمد شفيق، مش ممكن يبقى زي ما حد دخل قال لي دول كلهم عملاء، 5 مليون مواطن عملاء، صعب قوي. لا طبعا، وما نحبش نقول كده على المصريين. لا طبعا هو الحقيقه يعني مبدئيا النهارده كلنا عندنا سعاده بالغه بالتجربه، والحقيقه حزن شديد من النتيجه، لان الحقيقه النتيجه ما جاتش في اتجاه النواه الصلبه للثوره، يعني جات على اطراف الثوره. يعني الفريق احمد شفيق بالتاكيد هو جزء من النظام السابق، والحقيقه ما نفاش ده اثناء فتره الدعايه، بل على العكس كان ده جزء من اصواته، ان هو تمسك بموقفه وبمربعه السياسي وما حدش عنه. كمان جماعه الاخوان المسلمين راحت وجات كتير قوي على الثوره، يعني كانت دايما قريبه من النواه، لكن الحقيقه عمرها ما كانت النواه من اول يوم حتى فيما بعد، وتركت الميدان في امور كثيره واجرت الكثير من التحالفات مع المجلس العسكري. فالحقيقه كان نفسنا النهارده نبقى يوم اخر من يوم احتفالنا بالثوره، لكن وقد كانت النتيجه بهذا الشكل. عايز اقول ليه البعض قال انها هزيمه للثوره، حقيقي ولا انت شايف ان صعود حمدين ربما بيكون بيضمد بعض الجراح؟ لا يعني احنا لو المساله مساله عدديه بالارقام، فلو جمعنا اصوات حمدين واصوات ابو الفتوح ما تبقاش هزيمه، لو هي بالارقام بس، هي المساله مش كده، مش بهذه السطحيه يعني. والمجتمع المصري عميق جدا وبتوصل له رسائل كمان عميقه وبيستقبلها بعمق اكبر. الحقيقه النهارده ده نتيجه لان الثوره ما قدرتش تقدم نفسها كبديل منجز، والحقيقه في جزء من هذه الاخطاء جزء ارتكبه يعني الثوره والمنتمين للثوره، مش عايز اقول شباب الثوره لان الثوره مشترك فيها يعني شباب الجميع، ومتوسط العمر وحتى الشباب دول، ما هو استثمار اهاليهم، ما هو العلم والتكنولوجيا والتعليم، ما هو استثمار اهالي قعدت في البيوت استثمرت في الشباب. الله، بس ايوه دفعت لهم فلوس كتير قوي والله، برافو عليكم. استثمرنا. فانا عايز اقول ده استثمار اهالي، فهي ثوره الشعب المصري على كل حال. يعني ما قدروش يقدموا نفسهم كبديل، والحقيقه اشتبكوا مع جذور عميقه في الدوله حتى وان كان عنده اخطاء. يعني الشعب المصري يحترم الجيش، فكان لازم الاشتباك مع الجيش او مع المجلس العسكري يبقى في حدود. كل ده اعطى رسائل سلبيه طول الوقت للجماهير او كتله الاصوات العائمه. يعني التصويت لاحمد شفيق ده تصويت عقابي للثوره؟
عقابي وعكسي. اه طبعا وعكسي. في جزء منه، في جزء منه كبير جدا. او لاداء الثوار لاداء بعض الثوار عشان اكون دقيقه، مش للثوره نفسها. لا لا مش للثوره، ولبعض المواقف. وكمان لان الثوره الحقيقه كنا بنفتخر بجزء بس، خدنا النهارده حصدنا مساوئ ليه، اللي هو الثوره ملهاش راس. فكنا فرحانين في وقت من الاوقات انها الشعب المصري، وبرغم انها ثوره جماهير بيحصدها جماعه، فكان فخرنا في وقت من الأوقات الحقيقة هو سبب تعاستنا النهاردة، أن هذه الثورة قامت من كل المصريين فحصدها على طول الفصيل السياسي الجاهز يعني. والحقيقة أنا عايز أقول ده الصورة يعني السلبية، وفي جزء مسؤول عنه طبعا المجلس العسكري، أن يبقى فيه فترة انتقالية بهذا السوء وبهذا التخبط والتردي، طبيعي جدا تكون حصريتها سلبية عند الناس اللي مصالحها وقفت، واللي بينزلوا ميدان التحرير النهاردة لغاية دلوقتي يلاقوا بلطجية ويتخيلوا أن هذه هي الثورة المصرية، وأن الباعة الجائلين وهذا المنظر الرث لميدان التحرير هو مظهر الثورة. ففي جزء أضافه المجلس العسكري، دي الصورة السلبية. بس أنا عايز أقول فين الإيجابيات. في إيجابيات مهمة جدا، أن إحنا عندنا حرك بالغ، الكتلة المدنية النهاردة عندها حرك بالغ وشديد. عندنا مرشح من جماعة الإخوان المسلمين بينادي بدولة مش مدنية، وعندنا مرشح أصوله عسكرية يعني جاي من دولة ما كانتش بأي حال من الأحوال مدنية كما نبغي. والحقيقة هنا التحدي أمام المرشحين، أمام الاثنين المرشحين، عليهم إن هم في هذه الفترة البسيطة الاثنين اللي هيعيدوا مع بعض، إن هم يثبتوا للثورة وللثوار وللشعب المصري إن هم في اتجاه الدولة المدنية. والحقيقة هنا مش هناخد بس وعود، محتاجين تحركات كثيرة، لأن إن كان على الوعود كان في وعود كثيرة جدا من جماعة الإخوان المسلمين وتم الانقلاب عليها في كل الأوقات وفي كل المراحل. والحقيقة في نفس الوقت إن المرشح الآخر الفريق أحمد شفيق ما شفناش منه وعود جادة في اتجاه الثورة والوقوف بجانب هذه الثورة. بس هو السؤال، هل كتلة وده يعني أسمع طب اتفضل يا استاذ حضرتك. اولا في الاول الاستاذ عصام شيحه يعني صحيح له الحق ان هو يقول ويعبر عن رؤيته عن النتيجه. طبعا خلينا بس نقول الصور اللي قدامنا يا جماعه، نرجع تاني. ده اعتقد مؤتمر جماعه الحريه والعداله ومؤتمر الفريق شفيق على مقر حمله شفيق، وفي انتظار مؤتمر الحريه والعداله لاعلان النتائج النهائيه. عفوا يا استاذ عصام. نعم نعم. إنما أن يقول الأستاذ عصام شيحة أنه أمام خيار صعب بين طاعون وسرطان، فهذا أنا قلت البعض يا خيار صعب. أنا كاتبها كلمة، أنت محامي محترف. أنا قلت البعض بيقول أننا بين خيار صعب بين أن احنا نختار بين الطاعون وبين السرطان، لكن عصام شيحة ما قالش. انا قلت البعض بيقول. تقدر تتكلم على البعض بقى. اتكلم مين الطاعون يعني ده معناه مين الطاعون ومين السرطان؟ انا عايز ده شغل محامي. لا عصام ده شغل محامي. اقول لك البعض بدل ما ثلاث محامين مش كده؟ مهندس الحمد لله مع التيار المدني بتاعنا. لا ثلاث محامين، ده احنا قطعونا. شوف يا استاذ سياده النايب، الحقيقه يعني الحقيقه انتوا بالطاعون ولا السرطان بقى في هذا البعض؟ للاسف انا هقول لحضرتك حاجه، هي اشكاليه لدى هذه القوى، معلش يعني مع احترامي ليهم جميعا. اولا كان يمكن قراءه النتائج بطريقه اخرى مبهيه جدا، وهي ايه؟ ان تيار الثوره قد نجح. يعني ايه تيار الثوره؟ عدو الثوره فقط هو التيار الذي اعطى لشفيق. فاذا حرام برضو ان احنا نقول كده عشان ما ناذيش مشاعر الناس، برضو في 5 يعني مليون واحد، معلش يعني معلش 5 مليون معلش مواطن اعداء للثوره. اي ثوره ليها، اي ثوره في العالم ليها، مش عايزه تسميهم اعداء للثوره، متربصين بالثوره، مش عاجبينهم الثوره، سميهم كما شئت، انما على الاقل هم ليسوا في صف الثوره. بس في منهم خايف، بيدور على الامان، بيدور على الاستقرار. يعني لا لا لا، امامه خيارات، امامه حمدين، امامه لا 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 لا، لا يعني ليس له. شوف من انتخب في جزء شاف الاغلبيه ومش راضي عنها، خلاص يدي حمدين يا هذا الوقت الطويل. يدي حمدين، يدي عبد المنعم، يدي اي حاجه. خلونا بقى خلونا منصفين. اصل شوف عشان نصنف المساله، الصواب في اتجاه دايما ايه، هم عايزين يخرجوا الاخوان بره معادله الثوره، وده الظلم. احنا واقع علينا ظلم من بعد الثوره، مش هقول اشد من اللي قبل الثوره، صحيح ان اللي قبل الثوره ده كان سجون ومعتقلات، انما بعد الثوره كل القوى، معلش يعني. طب وليه ما يكونش تصويت عقابي لاداء الاخوان والاكثريه تحت القبه؟ هو ما فيهوش اي حاجه اداء لك. اشوف هي حرب اعلاميه شرسه يتعرض لها الاخوان. في الاخوان اقوى من الاعلام يا لا 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 لا, لا, لا يعني انا معلش يعني انا مش عايز بس اضيع برنامج حضرتك في انهم بيقولوا ايه على يعني اشياء كلها. خلينا يعني على سبيل المثال لما يجي الاستاذ باسم ويقول احنا بالنادي بدوله ليست مدنيه،
مثلا احنا قلنا لهم يا اخوانا ما فيش حد في لا احنا ما فيش حد بيقول دولة دينية ولا حتى السلفيين بيقولوا دولة دينية. ويعني ايه دولة دينية؟ هتحطوا لنا معايير للدولة الدينية هتفصلوها عشان تقولوا ان الاخوان بينادوا بيها الثيوقراطية اللي الحاكم لا يجوز عزله والحاكم انما لا احنا بنؤمن بدولة لها مؤسسات وبالديمقراطية وحاكم يجوز عزله يجوز محاسبته. دي الفروق اللي هي بين ايه الدولة الدينية والدولة المدنية. انما ما اقعدش بقى ايه اخرج عن اطار وافصل حاجة معينة واقول هي دي الدولة الدينية ودي اللي الاخوان عايزينها، لا ظلم. كمان يقول لك خرج من الثورة، طلعنا من الثورة فيه، احنا في الثورة ينسب الينا اشياء فقط ان احنا ايه بنقول على الصور كذا كذا كذا، زي ما قالوا ان احنا بنقول على الصور بياخدوا الترامادول، احنا عمرنا ما قلنا كده، احنا بنقول على الدخلاء اللي دخلوا على الثوره ان هم بياخدوا الترامادول، دول الدخلاء، انما الثوار عمرهم ما خدوا الترامادول. بقى الدخلاء والبعض والكده حسن معلش ما هو ده اللي ما هو ده اللي بيحور بقى نيجي بعد كده النتيجه في النهايه لا ان دول بيقولوا على الصور كذا اشياء مخصوصه. هو في اكتر يا استاذ رميس من ان الكتتني من اول ما دخل مجلس الشعب الكتتني اشترى سيارة بمليون ومئتين الف جنيه. استعرف ان اي رئيس مجلس الشعب كان سيتم التربص به بهذا الشهر. لا يا لما هنوضح الامر لما نقول لهم ان السيارة دي من ايام فتح سرور وموديل 2008 ومع ذلك ما زال الاعلام شغال على ان يعني السيارة موديل 2012 بمليون ومئتين. يعني حضرتك شايف ان الخمسة مليون او الاربعة مليون وكسور اللي ادوا لاحمد شفيق انا ارى ان اللي ادى الاخوان اللي ادى الحرية والعدالة محمد مرسي من الثورة اللي ادى حمدين اللي ادى بالفتوح كل واللي ادى شفيق ده مش تصويت عقابي ضد الاخوان المسلمين في رأيك؟ لا مش معنى ضد الاخوان المسلمين لا انا بس طب ما يعني كان يستطيع ان يعطي اصوات يعني لو 500 الف بس ادوا من دول لحمدين كان اللي يعيد الاستاذ حمدين. طيب احنا يعني مش عاوزين نغرق في الابحار بعيدا والا هنخسر اكتر. بالظبط كده. انا ارى انه احنا في المرحله دي محتاجين نراجع الموقف بسرعه. قوى الثوره وائتلافاتها وتياراتها واحزابها ورموزها مطالبين انه يراجعوا موقفهم بسرعه والا هنخسر اكتر. في صدمه، اكيد في صدمه، النتيجه دي تحقق صدمه. طب تحقق صدمه لكل تيارات الثوره، صدمة شديدة. بس أنا بقى بقول ما عودش أرمي على غيري، أنا لازم أبحث من منظور شرعي ومن منظور سياسي. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. في صدمة يا أستاذ لميس طبعا في صدمة، بس مش لدرجة أن طارق الخولي يقول إحنا ما بين الاستبن والجزار والبعض بتوع صديقي ما تشاورش يقولوا احنا بين ايه وايه. لا يا اخوانا مش كده، لا قالوا بين يعني الطاعون والسرطان يعني 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 محمد مرسي مش استبن. انا شخصيا ليا اعتراضات او ليا يعني مآخذ على الاخوان المسلمين ممكن اقولها، لكن ما اقولش مرسي استبنه نلعب عليه وان هم بره الثوره. هو مين اللي بدي سكوك الثوره دي؟ انا عايز اعرف يعني مين اللي قال ان مثلا حمدان صباحي هو الثوره ومحمد مرسي لا مش هو الثوره؟ مين اللي قال هو حمدان صباحي هو الذي دعا الى الثوره؟ لا انا خليني اقول ماشي هتقول لا هتقول لا 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 ومين اللي حمى الثوره يوم مقاعد الجامعه؟ مين اللي قال ان حمدان صباحي دعا الى الثوره؟ كلنا ما دعيناش للثوره يا استاذ توسن، كلنا ما دعيناش للثوره، الشباب هم الذين دعوا للثوره. يبقى انت بتقيس الثوره بمدى تجاوبك معاها. اذا كان حمدين نزل يوم 25 انا نزلت يوم 25، الاخوان نزلوا يوم 25 لا نزلوا يوم 25 يوم 28 ايوه ايوه كده لا لا كده يوم 28 العصر خلاص ده ادالك الحق ان انت تتكلم باسم الثوره وان الاخوان ما يتكلموش باسم الثوره. بس لولا اداني الحق على مواقف بعد كده متباعده اتكلم على النواه الصلبه اللي استمرت دايما بتتكلم عن الثوره واللي بيروح ويجي اولا للمجلس العسكري يا استاذ باسم لو عايزين نتكلم في كده بقى اقول لك بس مش هو ده الخلاف. مين اللي هرب في موقعه الجمل وسابنا نواجه موقعه الجمل دي عامله زي الناس اللي هربت زي المسابونا لوحدنا انتوا عمالين تقولوها حاجه غريبه. كان نفسنا نغير في موقعه الجمل ما شفناش حد من الوجوه دي كانت في موقعه الجمل. لا حضرتك اللي كنت موجود لوحدك. لازم نوعز الفضل الى الله
خلينا احسن ونعمة بالله. ده موضوع بالله. يعني ده موضوع ننسى والله يا جماعه لا بس دي مش قضيتنا. احنا قضيتنا دلوقتي اننا امام او المصريين امام اختيار وامام ان هم بين الدكتور مرسي وبين الفريق شفيق اذا لم يصعد لم تحدث يعني حاله فارقه ويصعد حمدي. 28 يناير يا استاذه لميس تاريخ فصل والله العظيم انا اتكلم لوجه الله. 28 يناير تاريخ لا ينسى في تاريخ الثوره. لا في 28 يناير و2 فبراير كويس اللي هو وقعه الجمل. لولا تصدي الاخوان المسلمين ربنا سبحانه وتعالى اولا واخرا ثم الاخوان المسلمين دي قضيه برضو تانية. احنا بنتكلم دلوقتي في القضيه الاساسيه في حصل تفتيت اصوات بين المصريين. طب اتفضل يا فندم. ما هم بيقولوا الثوره وحمدين ومنعم. استاذ لميس عارف بعد اذنك استاذ منتصر يعني هو في فصيلين من فصائل الثوره لو كانوا توحدوا ما كانش جه شفيق فيعني ماهيش الحكايه ماهيش ايه يعني كان ان شفيق ده كان يطير وما يجيش كانت سهله. اللي هم مين اللي هو يعني لو ان الفصيل الاستاذ حمدين والدكتور عبد المنعم توحدا ما كانش جه شفيق. طيب ده يرجعنا لو ان بلاش كده ماذا حدث العبدين لو ان لو ان يا استاذ لميس لو ان الاخوه الاقباط كانوا على الحياد ما جاء شفيق. لا ثواني لا مفيش داعي الكلام ده كلام طائفي خطير واحنا مش هنقبله تاني يتقال من اي حد مش هنقبله يعني مفيش الكلام ده اي حد بينزل يدي لا مش على الحياد لو لم يصبوا في لو لم يصبوا في خانه شفيق لا ده امر واضح جدا امر واضح جدا. انا عايز اقول حاجه يا استاذ عايزين نتعامل معاهم كلام انا مبسوط جدا مواطن مصري ادى صوته للي هو عايزه. انا مبسوط جدا ان الاقباط طلعوا وادوا صوتهم حتى لو ادوا صوتهم لشفيق كلهم والله ده امر ايجابي حقهم لان احنا عاوزينهم يطلعوا عاوزينهم يشاركوا. خليني اقول عايزك ترد بس على قضيه الاقباط لان دي انا برد لك احسن ده انا برد لك احسن لا ارد تمام لا عشان بس القضيه انا ايوه لا انا برضو متفق مع منتصر في انه الكلام ده كلام سليم يخص كل المصريين. قضيه الوحده الوطنيه لدى المصريين قضيه مصريه وفكره انه ان احنا نتكلم عن الاقباط على انهم طائفه بتوجه كلام بقى مرفوض ومش مقبول واحنا اتفاجئنا انه مش كتله واحده اللي خرجت. احنا شفنا منهم ناس راحت ادت لابو الفتوح وفي ناس راحت ادت لعمرو موسى وفي ناس ادت لحمدين صباح وفي ناس ادت لفريق حتى لو كانوا كلهم قرروا يدوا. ايوه ده في النهايه ده في النهايه حق الدكتور العوا ده في النهايه حق ده في النهايه حق. عايز اقول لك كمان ان احنا كنا احنا متفقين على نقطه واحده فاحنا متفقين على ان الشعب المصري خرج وشارك في الانتخابات وكسر فكره التكويش. يعني انا عايز اقول لك بقى التخوف موجود منين. التخوف موجود من فكره التكويش لدى تيار الاغلبيه في البرلمان. يعني احنا شعارين انا خليني اكون امين معاك بس ماشي اي تكويش بس يا استاذ ان مثلا صدرت انا يا استاذ يا يعني لا لو سمحت لو سمحت اديني فرصه بس اقول الكلمتين دول. انا متصور ان الاغلبيه عليها التزامات كبيره. لما اتفاجئ انا انه الاغلبيه تتكلم على انها هتاخد 30% في البرلمان فتسيطر على المجلس بغرفتين وبعدين نخش في الجمعية التأسيسية فنلاقيها بتسيطر على الجمعية التأسيسية وبعدين نخش في الدستور متفقين على وثيقة وموقع عليها الإخوان المسلمين قبل الحرية والعدالة قالوا الوثيقة دي مش ملزمة ليه. فانت بتتكلم في الدستور وبتتكلم في الجمعية التأسيسية وبتتكلم في الحكومة ومن أول يوم انت عايز تصل للحكومة وبعدين دلوقتي بتخش في انتخابات الرئاسة شيء طبيعي. لا انا عايزك بس حط نفسك ماشي انا معاك يعني مكان القوة انت شيء طبيعي ان الناس تتخوف منك انك جاي عايز تكوش على كل حاجة. علاج ده مباشرة ان يبقى فيه مصداقية في الكلام اللي يتقال. لما تقال ان انا مش عايز الحكومة مش عايز الرئاسة يبقى مش عايز لكن ما استخدمش المقدس وانا بتعامل مع المواطن المصري واقول له ان انا مش هترشح في الانتخابات الرئاسه او انا مش عايز انتخابات الرئاسه او انا مش عايز اكتر من 30% من البرلمان او انا مش عايز الجمعيه التاسيسيه او انا مش هغير في الدستور. انا متصور انه مهم جدا ان احنا في المرحله دي بقى ان احنا نجسر المسافه بين القوى الوطنيه. يعني لانه حاله الاستقطاب اللي موجوده في المجتمع اعتقد ان احنا لو اتفقنا على حاجه واحده النهارده ونخرج بيها يا استاذ سوسن هو ان احنا نجسر المسافه بين القوى الوطنيه لان المسافه عماله تتسع والنتيجه طيب. والنتيجه زي ما قال سياده النائب نتيجه مفزعه تقسم طيب. المجتمع طيب. فانتوا بحكم ان انتوا انا بس عايز اصحاب الاغلبيه ما متخلص حاجة. وطالما انت صاحب الاغلبيه يبقى عليك تقدم التزامات طيب. وتنازلات طيب قبل بس ما ادي باسل الكلمه الان طبعا المؤتمر الصحفي بدا للدكتور عصام العريان وصدر بيان من الحريه والعداله بعنوان امه في خطر ودعوا لاجتماع غدا بين القوى السياسيه تشاور اجتماع تشاوري مع القوى السياسيه لبحث انقاذ الثوره.
بحث انقاذ الثوره وام في خطر. باسل رد رده ثم هخرج فاصل وحضرتك هترد على طول بعد الفاصل. هو الحقيقه في محاولات بدات بتحييد الاقباط بالاشاره لانهم ادوا حد معين، دي محاوله سياسيه لتحييدهم واخافتهم. وعلى فكره في الصعيد في اخطار بتحيق بالاقباط لما بيروحوا يصوتوا، حتى بيروحوا في جامعات، فالمحاوله دي هتاصل وهتجذر عمق طائفي بغيض، ودي محاوله لان الجايز الاقباط بيخرجوا بعدات خايفين من حقهم، لان زي ما في جوامع بتدعو لمرشحين بعينهم بالتاكيد هو كمان عنده مصلحه، فالمساله مساله مصالح بدليل ان هم خرجوا في اكثر من اتجاه. فالمحاوله دي محاوله خطيره جدا، والحقيقه محاوله طائفيه واستخدام مسألة دينية في مسألة سياسية اللي كتير بنقول. مسألة الإقصاء ومسألة أمة في خطر، حتى هذا العنوان بيحيد كمان 5 مليون خلاهم هم خطر على الأم، في حين أن ممكن تبقى رغباتهم، في حين أن دي ممكن ناس ما تبقاش راضية عن أداء لا الصور ولا الحرية ولا من الممكن أنه ما يبقوش راضيين على الأداء، في النهاية عايزين يعودوا مصالحهم كانت مع الدولة القديمة. ففي النهاية هنا أنا مش بتكلم، مش برجع اليوم 25 يناير في توحد، لا ده أنا هنا بتكلم عن صندوق نزلوا فيه المصريين بإرادتهم، فهنا في احترام دولة الدستور والقانون اللي الكل اقسم عليها، وده مبدا احنا شغالين عليه. ما ينفعش النهارده نحيد ونبتدي نقول امه في خطر. ممكن يجي مرشح، انا بالتاكيد ما احبش يجي مرشح من النظام السابق 100%، مش كل السنه ونص وكل الدماء اللي اهدرت عشان يجي مرشح احنا انتفضنا ضده او ضد نظامه، بالتاكيد لا. لكن في النهايه تحييد هذا الفصيل واقصائه ورميه بانه هو الخطر على الامه، انت بتتكلم على 5 أو 6 مليون تقريبا، ربع اللي صوتوا او نزلوا في التصويت تقريبا او 20% تقول عليهم امه في خطر، هذا ايضا حديث اقصائي وحديث خطير جدا وحديث طائفي سياسي، غير ان في حديث طائفي دي. عارف يا استاذ بس احنا محتاجين البيان. قابلت امبارح مواطن في محل الحلويات في الحسين، مواطن بيشتري، فسمعنا بنتكلم وقف قال لي يا استاذ منتصر انا اديت صوتي لشفيه، اقسم بالله ده حصل. طيب لما خرجت من اللجنه حسيت بالندم. ده مواطن ولا حد وجهه ولا حد قال له ولا حد وكثيرين ولا حد كثيرين ادوا لبعض المرشحين ولما خرج قال لو اعيدت الانتخابات مره اخرى لازم نعالج المشكله، مش نستغرق في التقسيم والانقسام. هنخرج فاصل وبعد الفاصل نواصل هذه الجلسه ونعرف برضو تفاصيل اكثر عن مؤتمر الحريه والعداله.